السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي مرة أخرى بقناة أولى للطبخ. اليوم إن شاء الله نحضر جميع كيك الكراميل اللي عامل توم دوز مواقع التواصل الاجتماعي. صراحة كيك يستاهل التجربة، فبقوا معايا من الأول حتى الأخر باش ننجح معكم هاد الكيك. بسم الله على بركة الله، انطلقوا الوصفة ديالنا وغنبداو بالمقادير والطريقة. نبداو أولا بتحضير الكراميل. نحتاجو كاس ديال السكر سنيدة، السكر حبيبات، نعملو في مقلاة أو كاسرونة على نار تكون بعيدة بزاف. ممكن تخليه حتى يبدا يبان لك الجناد ديال المقلى كيدوب، اولا ممكن تبقى تحركي في البدايه. من بعد ما يدوب السكر ديالنا نزيدو كاس ديالنا طيب. وخاطي يبان لكم انه تحجر ودار دوك الكوتات، غير طلقوا عليه النار وحركوا حركوا غادي يدوب كلشي ان شاء الله. اللي يبرد شويه غادي يديروه في البول ديالنا، نحاول نلبس البول ديالنا كامل الكراميل. وحنا كنحضروا هاد الكيكه، اختي خويا هبط لتحت الفيديو وكليكي او اضغط على ديك الجديده ديال الاعجاب، وكاين حداها بارطاج او مشاركه الفيديو مع الاصدقاء والاحباب. هذا غير كيدعمنا وكيدعم القناه باش تبان اكثر للناس. ولا بغيتي تشترك معنا مرحبا بك، ابرك على الاشتراك، منين يبان لك واحد الجرس عاود كليكي على الجرس واعمل لي الكل او لا تو. وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا. نحطوا البول ديالنا على جنب ونبداو نحضروا الكيكه ديالنا. نحتاج 3 البيضات، نص كاس سليدة وكيت عندي كتر مع كيكة غادي تكون ملبوسة بالسليدة الكراميل الكراميل الحلو. أنا فضلت معنا غير نص كاس سليدة. نحركو مزيان الخليط ديالنا من بعد نزيدو كاس لاروب ديال الزيت، الزيت النباتي، ونحركو من بعد نزيدو كاس حليب دابا. نزيدو واحد شويه ديال قشر الليمون ديال الحامض، ممكن تستعملي سكر فانيلا او لا تديري شويه قشر الحامض. من بعد غادي نزيد الدقيق، الدقيق عندي انا 2 كيسان ونص، ونبقى نزيد شوي بشوي وتنحرك شوي بشوي وتنحرك.
انا استعملت غير الضراب اليدوي، ممكن تستعملي في السوائل، استعملي الضراب الكهربائي الا بغيتي، مي ملي غادي تجي اللواشف خصك تستعملي الضراب اليدوي. هنا زدنا خميرات الحلويات، جوج صاصيات ديال 8 غرام، قبيصة الملحة، هنا كنزيد الدقيق هنايا شوي مور شوي، بعد ما حركنا وسالينا الكيكه ديالنا، في الاخر غادي نزيد واحد نص كاس ديال الماء سخون مع جوج معالق ديال الخل، هذا كيعطي واحد النكهه، وهذا هو السر ديال ان الكيكه غادي تجي ان شاء الله روعه. حتى تسالي التخلاط ديال كل شيء تاع جميع المواد، عاد غادي تزيدي لك نص كاس ماء سخون وجوج معالق ديال الخل. من بعد غادي نشدو المول ديالنا اللي كنا عملنا فيه الكراميل، غادي نديرو فيه الكوك، مسحوق الكوك، نلبسو كامل بمسحوق الكوك، ونوضعو فيه عجينة الكيك ديالنا، الاختلاف هاد الكيكة واننا كنوضعوها في اللاطه ديال الحلوه، وتنعمروا ديك اللاطه بالماء السخون ما طايب، لان هي خاصها تطيب في الماء، كندخلوا اللاطه هكا باللاطه بالماء السخون ما طايب ديالها، فهي نحاول ما امكن نطيبوها في الماء. الفران غيكون على 180 درجه عادي كما كطيب الكيكه عاديه، ها هو غيشد لنا شويه الوقت، كتكون تقريبا 45 دقيقة، وخا نقول 45 دقيقة ممكن تحضري الكيكة ديالك حتى طيب، تقدر تكون 45 أكثر أو أقل. الكيكة ديالنا طابت، إلا كاين هنا واحد الملاحظة، أنك أو أنت أو أنت أختي خصك تحيديها من البول وهي سخونة، ملي تجبديها من الفران تحاول ما يمكن تحيديها من البول، لحقاش إلا بردات غادي تلصق ليك، لحقاش كاين الكراميل، فملي تجبديها من الفران حاول ما يمكن تحيديها من البول. ها الكيكة ديالنا، تشوفوها هشيشة في هذيك التقرميشة ديال الكراميل من الفوق إلى هنا، انتهت الوصفة ديالنا، شكرا على المتابعة، أستودعكم الله وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.